الاهالي اللي قاطين عيالكم في مجمع 360 بروحهم، وينكم؟ شنو هالمسخره هذه؟ شنو التربيه اللي قاعد تربونها؟ شنو الثقه العميه هذه؟ بناتكم كاهما كلهم بالممشى ويا نصبنا. الممشى ما يمشي فيه من كثر البنات الصبيان اللي فيه، من كثر المسخره. تلملم ومسخره على الاخر. ثقه زايده وتربيه رايحه فيها. وينكم؟ شلون تقطوا عيالكم بروحهم؟ لين متى؟ عيزنا احنا نشوف هالسوالف. خلاص متنا والله العظيم، قلبي يعورني وانا امشي. يا واحده هطولها هذه ما فيها 9 سنين، اكبر واحده طيبه فيهم عمرها 15 سنه. وينكم عن عيالكم؟ داخليه ارحم والديكم. اذا الاهالي مسخره وما يدرون على حلهم، تعالوا انتم على الاقل. عيب عيب واحد يشوف المنظر هذا في الشارع. تعالوا شوفوا حل من ممشى زهره من 360 لاخره هني. الحين ما طال خاطري، ابي اعرف وين بروح؟ لوين واصلين؟ شو المجتمع من وين قاعد يتعلم؟ هل تعلمتون سوشيال ميديا؟ تخلون عيالكم كذي؟ ان شاء الله سالفه صداقه ولا خلاص عادي. ما يصير واحد متخلف، ها يسوي صداقه خلي عياله بناته وصبيان يصيرون ربع بينهم بين بعض عادي. هل تعلمتوا؟ لا متعلمي لي، اللي مو عاجبه لا يطالع، لا يطالع بعينك انت وياها. شو لا؟ سوي شيء غلط؟ ثبروا ببيتكم سوي شيء غلط. صكوا على عمركم سوي شيء غلط. سوشيال ميديا مفتوحه حق المجتمع.